اليوم سيدي انا كنعيش في مدينه اسفي، واليوم انا راني محبور في الجماعات المراسله، واليوم في واحد الشركه جات طلبات ليا في بلادي ودعيتها وما خليتش بلاصه وما دعيت وما خليتش باب وما دقيت، واليوم ثاني رئيس الجماعه ناض قابض ضدي وجاب لي شركه اخرى وجا لبلادي وقال لي اجي قدامي نحيدك. اليوم انا بغيت سيدنا يشوف من حالنا، مولاي الحسن يشوف من حالنا، ومولاي الرشيد يشوف من حالنا. حنا راه محقورين في هذا البلاد، حنا راه محقورين ومطلوبين في هذه الارض السعيده. واش حنا ولاد ملكنا ولا ولاد رئيس الجماعه ولا ولاد قائد ولا ولاد رئيس؟ الله يخلي سيدنا، الله يحفظه، الله ينصره لينا، ورد لينا البال، وجي يفط لينا، سيفط لينا لجنه تجي عندنا للسواق وتجي عندنا لبلادنا وتسولنا اش واقع لينا. راه حنا واحد 6 سنين وصل على حنا اخذنا الماضي، راه عندنا محقورين، الباب اللي مشينا ندقوا فيه يجروا علينا. واليوم سيدي الشركه ضربت في بلادي وما كتهضرش معايا عام هذا، وذوك رئيس الجماعه جا ثاني برمج لي الطريق وقال لي جدك ديرو، وجاب لي واحد العضو من السبت كزوله، واحد النائب طلع قال لك بغيت تصدصد الباب اللي بغيت تسير ليه سير ليه. واليوم الله يجعل ربي ومالكنا يشوف من حالنا، يشوف من حالنا، وحنا ما قديناش نديروا شي حاجه واختلفوا القانون، حنا تابعين للقانون. وهاد الناس وما كيحضروش معايا عام وانا كنحضر وحدي في المحكمه، وما كيجوش معايا وما يحضروش معايا وما يطبقوش معايا القانون المسائل القانونيه. وفين غنمشي وحنا؟ واش كاين السيبه في البلاد؟ كاين مالكنا، حنا ولاد مالكنا، خاصنا المسائل دوز ناضيه، ندفع شكايه تحقق ليه، اذا واحد الحاجه تحقق ليه. ما غنبقوش حنا مظلومين ومحقورين في هاد الارض. علاش محقورين في هاد الارض؟ علاش؟ الباب اللي دقينا فيه تسد لينا، مشينا للقياده برا ما نخرج، مشينا للباب اللي دقيت لك سير برا، وفين غنمشيو؟ والله يجعل ربي ومالكنا الله يحفظه لينا، والله يحفظ لنا محمد السادس ومولاي الحسن ومولاي رشيد، ويجوا عندنا للبلاد ويسولونا اش خاصنا في السواق. راه حنا ضايعين ومكرفسين في الجماعه، حنا دعينا من الله يطبقوا معايا القانون ديالي، الشركه الاولى تطبق معايا القانون ديالي والحكم ديال المحكمه ديالي، وما كيحضروش معايا. واليوم رئيس الجماعه راه جا غمق عليا وقال لي جدك ديرو، كان السيبه في البلاد نعرفوا السيبه في البلاد. ومشيت عند القائد قال لي سير برا، مشيت عند رئيس الدار قال لي سير برا، فين غنمشي؟ الباب اللي مشيت دقيت ليه سدوه عليا. هو سيدي اللي فرا فيها سي كيروج، وواحد هذا وكيل لعب كيروج، وعاد ربي ومالكنا يشوف من حالنا. ها عار الله شوف من حالنا، ها مالكنا شوف من حالنا، شوف من حالنا، راه مظلومين. والله يرحم الوالدين. وهذا الشيء اللي كان ما كانش فكري، ولا راه ولا شلا قمع ولا شلا الشتم، ولا اله الا الله محمد رسول الله. واليوم انا بغيت الناس المسؤولين يتداخلوا معايا ويعاونونا ويقولوا لسيدنا هذا الراجل راه مظلوم. وبغيت الناس المسؤولين يشوفوا من حالي، جميع اللي سمع الصوت تاعي بغيتو يشوفوا من حالي. ها عار الله، راني مظلوم في مدينه اسفي، راني مظلوم في مدينه اسفي، راني مظلوم في عامه اسفي وفي الجامعه المراسله. وشوفوا من حالي، ها عار الله، ها عار الله، لا اله الا محمد رسول الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.